حكم لك في لقطة حقيقة مثيرة للجدل، لكن الآن عبد الله عطيب في منعطف خطير وبداية حقيقة وقرار شجاع بالنسبة له أن ينفذ الكرة في أول مباراة. عبد الله عطيب في منعطف الكلاسيكو، في منعطف الكلاسيكو يضع الكرة هدف أول هلالي في المنعطف الأول. عبد الله عطيب يسعد الزعماء في معقل الزعماء، في معقل الزعماء وأمام أنظار الكرواتي لاديس دراغان يسجل اللاعب عبد الله عطيب هدفه الأول في المباراة الأولى له مع الفريق الهلالي، ويجد كل التحية وكل العشق، كل العشق المتبادل ما بين عبد الله وما بين جماهير الهلال.